مولانا الله عفوا سيد الرفاعي والحي والفاضي ادعوا رضا عليه بالعشية صافنات الجياد. شلون دخل الموضوع الخيل بصورة الصاد؟ الله هو ملكه من ملكه الخيول. سيدنا مين؟ سليمان. فهو سيدنا سليمان طلب ان الملك بتاعه ما يبقاش لحد. ليه؟ احنا قلنا بنو اسرائيل ما كانش يدخل في ذهنهم كلام الا من رجل غني. لا بس دي غير يا مولانا في اسباب يعني ما فيش اسباب اخرى غير هذا السبب؟ لا هب لي ملك لا ينبغي. لا ينبغي لاحد. وفعلا ما حدث مسكوه؟ ما فيش حد ليه ملك زيه؟ لا ابدا ابدا. الرسول ملكه اكبر من سيدنا النبي. ده ماله؟ ده حاله خاصه. ولذلك لما لقى العفريت في المسجد قام ربطه قال فتذكرت دعوة أخي سليمان فأطلقت. الله. وإلا كنت تجدونه طريحا في المسجد.